السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور على هالجو اللي ترى بالي فنان اليوم. هذا النزول حر والله، لا براد براد زود ما شاء الله، يطحنت هالباس بصير يومين حسه. أنا أبو يا ابوكم يا الجو تحرى جو الشتاء، والله يا ابوكم انك تحرى جو الشتاء. اللهم لك الحمد، يا الله تبرد على هالعمال وعلى هالبالقبور وعلى الناس اللي يشتغلون خارج واللي ياسين يدافعون عنا على الحدود واللي في على هالخطوط هالبدوريات واللي يدافعون عن الشعوب المظلومة واللي يا الله يا رب انك تحفظ كل انسان يتعرض جسمه لأشعة الشمس، من ضربات الشمس ومن الحرارة ومن الليهاد ومن الهواء الحار ومن لفح السموم ومن هالهويات ومن هالغبرات، انك تحافظهم يا رب العالمين، تحافظ الجنود وتحافظ جنودنا البواسل، وتحافظ ان شاء الله كل انسان تعرض مباشرة للشمس، تحافظ المسلمين كلهم من كل شر وضر. يا ابوكم ين الجو تحرى عمرك من ايام الربيع، غير نمون اليوم الجو، ما في الشمس ابوي ما ظهرت اليوم ولا نايت روالي ولا شو الموضوع، الجو مره مختلف، مبهو جونا مال كم من يوم، مبهو ولا خطفت ملك حد الدعاء يا ابوكم، حد كثر في الدعاء البارحه، استغفر الله العظيم. هي والله الجو اليوم غير نمونه، سبحانك يا رب سبحانك يا رب، اموري وايده والعلوم واكثر، وان شاء الله بتسمعون الاخبار الطيبه الاسبوع هذا. الله يحفظكم شيء سيره الله يحفظكم للعين. ها اليوم ما اتذكر شو بيسوي شو ما استوى شو اخبار اليوم، الله اعلم، لازم شيء اخبار، لكن شو ما ادري، الخبر والعلم عند منهل قبل بيني صلاح واسولف ويا برمس بطالع متبيي والامور وايد. هذا عن اليوم عن صلاح، ولكن اسبوع هذا يوم الخميس عندي مسراح للعين ان شاء الله اذا الله راد. هذا حين وقت العين، هذا وقت الرطبات ووقت الهنبة ووقت النخيل ووقت الفلاية ووقت السبوح في النخيل، وهذا وقت العين يعني هم تعارف عليه في أبوظبي بالنسبة لدولة الإمارات، هذا وقت سيارات العين الحين من تبشر النخيل ويطيح الهنبة. تازم أبوي هالأبوظبي كل يوم تنتشل سيائير، ساير حد ساير وحد جاي، إلا دمبك ساير ودمبك جاي، جداك انتي العين، وحد ساعات يجلسون 3 أيام 5 أيام 10 أيام، بالأخص عطلة المدارس حد يسير العين، وحد يسير بوي ليوة هاي اللي أبو ظبي ودبي بعد نفس الشيء، وحتى الشارجة الأول جليل هالشارجة اللي يسيرون العين حين ما شاء الله، هالشارجة أغلبهم ماخذين عقار في العين ويسيرون يقيدون العين، يصير لأن اللي بيسافر الخارج بيسافر يومين 5 10 غير عن بيت عن مقيض العين لا بد ولا عذر، عن عقار في العين، عقار العين وايد ضروري عقار العين وايد ضروري لكل إنسان ينتمي لهالدولة. هذا أولا، ثانيا كلنا على حسب استطاعته على حسب إمكانيته على حسب رغبته، حد من العرب وده وحد من العرب يتعايز وحد من العرب ما يعيب السيرة واليي، حد من العرب ما يفارج بيت اللي هو فيه سبحان الله يعني، لكن الإنسان مدامك شالت النكر ويلاتك، لا والله ساعة في العين وساعة في الفجيرة وساعة في شلبة وساعة في مقيوين وساعة في الخران في رأس الخيمة وجدة خت وجدة عيمان وجدة دبي، يعني كل شيء ولا شيء يعني، والإنسان حسب استطاعته وحسب رغبته وحسب إمكانيته، واللي أهم عن هذا وهذاك حسب ميزانيته، ترى
يقولك ما تنقز إلا السمين، ما تنقز إلا السمين، واللي الله مقدر مقدر إنك ويروم يصير يصير لا يفر بنروح العزيز حبله يلسه ضبي والله ما اللبته يلس فيها 10 سنين على ثلا والله يا أبوكم إني عارف عرب في أبوظبي بحياتهم حتى ما تد وصلوا دبي بحياتهم عرب من أبوظبي ما الله يا أبو عيال ما بكبار في السن وايد عمرهم بال 62 63 يعني من سنين أنا يعني شوية أكبر عني بكل بكم من سنة هي والله يا أبوكم ما تطاحوها دبي طايحين دبي وياي أنا مودنهم دبي مضرابة سنة 87 ريايل بالحاهم بالله والله يا أبوكم ما تتساعد 87 ودنهم بضرابة أضرابة صك وحك لين طاعوا يصيرون يعيبهم أبوي يصيرون الحول يعيبهم يصيرون يزر وحياتهم كلها يا بحر يا وين العين واحد من الاثنين دبي الشارجة راس خل الشارجة ما تتشافوها لين اليوم الشارجة ما تتشافوها لين اليوم سبحان الله زين فالبرنامج الله يحفظكم اي ها وين صباح النور زين بارك الله فيك جزاك الله خير اقولكم قم فتشت انزين فاقولكم بيكون مسرح يوم الخميس وعندي شغيلات الضحى هناك في العين اذا الله راد وغداي في العين وعشاي في العين بابات في العين يعني انا وفريجي ونهار ثاني يوم الجمعة اذا الله راد بتريق بعد في العين وبتغدى في العين وبروح مرواح ان شاء الله اذا الله راد بيد بي بابات وبيكون عندي مهمتين مهام هنتين حدثين يعني يوم الجمعة في دبي بخبركم عن خلاف بيكون مساي يوم الجمعة إن شاء الله في موقع معين من دبي مول من الساعة 8:30 لين 10:30 من 8:30 لين 10:30 في موقع معين في دبي مول وعقب أبوي بتمشى في دبي مول لين يسكرون بيبانهم وسكرتي إن شاء الله في أحد فنادق إعمار العامرة في أحد فنادق عمار العامر أنا والمهندس منهل إن شاء الله أبو إبراهيم هذا برنامج أسبوع هذا وإن غدا لناظره قريب العلوم بتيكم الأخبار بتيكم يا أبوكم ما زين إلا الجو والله يا أبوكم لي داخل في الفل في فلالهم ياسين حين ظهروا يلسوا في الحويات اليوم من أيام الربيع اليوم اختلف الجو اليوم بشيركم مختلف والله يا أبوكم إني ما أمزح قسم بالله العظيم اظهروا 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 لا تيلسون لا تيلسون اظهروا لا حد يقر اظهروا خاري السلام عليك يا ابو محمد هذا شفنا البيربل قلنا لازم نصور لك اياه محبينك من بانكوك عليك ابو محمد عساك طيب عساك بخير نتابع في موضوع سناباتك كله يا مرحبا الساعه كسينا من كسينا يا طويل عمر فانتري مطبخ التحضيري لي في البيت المطبخ خلص لكن باقي الرخام
او الجرانيت اللي الرفوف الرف يعني مال الطاولة، صراحة شغل من الآخر. خير خذنا من شناطك هذه، خذنا هذه الوردية حق ام عبد الله 3 مقاسات، وهذه خدت البس السود اللي يانا يعني. الخير خذنا. مساك الله بالخير يا ابو محمد، كيف حالك؟ عساك طيب؟ احنا في غندوت وياي هالشاب الطيب هذا. بخير يا ابو محمد، كيف حالك؟ ولا هنا عليك طال عمرك. وينو؟ بعمان. ايه ساير صور عند اهل صور، اهلنا كلهم في مسكت وفي عمان كلها طيبين. شرط الرحلة الجاية مع بعض. اي نعم، يلا وياك ان شاء الله. Good morning صلاح، السلام عليكم. أول سيدي هي شو مسوي؟ شو بلاكم؟ ما أعرف. كيف ما تعرف؟ سيري زقري أسد. أسد. تعال ياي. اختفى. شو بلاكم يا صلاح؟ شو بلاك؟ أنت شو بلاك الحين؟ شو بلاك؟ صوت حسكم واصل لين فوق. شو مسوي؟ شو مسوي؟ شو بلاك؟ أنا أول فولين نقول شو أكل أربعة، أنا أول ما أكل. يعني شباب عاتي شباب. نسي. ما شوية أكل بريد. ما في. يعني هو تريق هناك ولا لا؟ شوية وشوية بس إذا ما في جوان زيادة. زين ما علي. الحين أعطيه قرص واحد شباب. أيه. وشو بعد تبي صلاح؟ ما في شباب صار. شو شيء؟ خمير. 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 سمسم. خمير وشباب يا ربي. صلاح. يا شوف. شوية بس شوية. هي شوية يا رجال يا رجال. ما بهو خبرني؟ ما يكلم، انا اكلم. ها
انا عندي عيون انا ما اشوف. الدواء هذا الكريم اللي مال تقشير حصه حس كانت حصه يا ابوك الدواء حصه وين متكود وين طايح؟ من اول هذا هذا ما يروح. متى طايح؟ ثلاثة يوم. وين اي من اول؟ من سنتين تو طايح. واحد مره انت وواحد مره هنا ما بيادة. يا ربي يا صاحبي يا ربي يا ربي ايته انا هني طايح هني هاك اليوم خلص سكر ما يشوف تلحف ابي هذا الدواء يبقى لا تبي لسه شيء يرطب شيء يرطب يرطب مال من عمان جايين هاك رطب الفنان يلا عليكم ما زين سبحانك يا رب ندوت حطير طبتي اوكي لو ثلاث صلح تبي ثلاث لو هنتين ندوت قسليهن وديهن لك سروه ما بنقوم بليز اوكي لا تتحرك ترى طحت كل الدنيا زل وما تشوف بتتكود ندوت ها اي تعالي جاي هناك بنسير نو اسكت سيروا الخيمه صلاح نفس الخيمه زين بتلبس وبيك زين انزين بتحبني يا بي ساعة حين بيبها من هل قرب الله من هل يلا حبيبي وين بي يجلس بي يجلس وين يا بي وين تريد تجلس انت حين بيس عند ما كل شيء تبغى يستوي ما شيء مشكلة شو يسوي لك سر الشعبي ولا تأخر شو صار شو تقول له شو تقول له شو تقول له هم مع منو؟ اتصبر مع منو حتى ما تبغى يجلس؟ مع قوم؟ مع شخص خانه خليها ويا منهم؟ مثل سياره؟ هي كشره وايد كشره كشره لان هو كشره انزين وين ما تبغى يجلس مع منو؟ انا بابا وبعد معاه شو اسمه هذاك؟ رشيد من اللحيه تجلس ترمس وياه وتخلي صلاح روحه يلا جلس ده عند البشكارات هني في المطبخ ما يبي يصير ميلس لين اي هلا خمس دقائق وبيكم ايه ليه بعد بعد تسوي سكب انت بعد صباح الخير انا وايد كلام سمعت لك ما بوايد كلام شويه السلام عليكم صليح سلام عليك صباح الخير كيف حالك منو الله يخلف يا حبيبي السلام عليك ابا دخل اقول اسمعك اتصلت ليه والله انا عارف خلص ما سمعت سكوت ما سمعتي مسكول مسويني؟ ايه ايه حق شو مسوي مسكول؟ انا لا باقي خيط صلاح خلاف يقول لك يعني يبي يطمن عليك او انه ما يبي يزعجك شوفه مسكول مسكول بعد صباح الخير يا حبيبي صباح النور يا ولد احمد اهلين ايوه صح اهلين حبيبي اهلين اهلا يا مرحبا ابو راشد سيارة عمانة؟ عبوس بحر ما خلق رب الله هذا ابراهيم كل منه خر الحين بموت مصير دومها موسم قيض وشتاء يا خلف خرب علي غرب الله هذا ابراهيم غرب الله غرب الله وكذا منو بحين ابراهيم وايد كلام إيه؟ هب لك كلام يسوي مؤامرات يوم هي يوم وقت الغداء ده وايد إيه؟ ما بنا ادري ان ابراهيم بياكل وايد ادري ما تشوف بطن ثلاث تمنن اوكي ولد احمد مع السلامه حبيبي يقول لك بدري اليوم بتي اليوم في الليل بتي بدري حبيبي خليك في حد الباسه ايش هو بدي
ان شاء الله ان شاء الله في الليل حبيبي ما بتروم تشوف انت اليوم حاضري يا صلاح باكر مشكله عادي ما بمشكله عادي اليوم اوف اوف عايز على عايز اسمع عليه السياره الحين رايح خليفه الف لا خيبه علي شنو يقعد ايش كذا عجب خبي حط راسي ريل عجيب شو هن حاسله فيك هالكثر ها خايف على ريوله يمكن تبغى تحط راسك على ريوله هي ما بطايع تريت زب يمز الراس الى رواوين باي صلاح تريكت انت؟ ايه تباب شباب بعد شو يا الشباب؟ جبن عسل شو كانت اليوم؟ بيض بيض ويا شباب؟ صدق والله؟ واحد الحمد لله مشكلة باسس شو؟ باسس شو باسس؟ لا فول باسس فول تبغى تبي تاكل فول؟ ايه انت انا بعد فول؟ على هواك باسس انت اللي بتقول عنه ولا يمشي؟ زين عنده الحين ان شاء الله متى؟ عندي شغل حبيبي شويه مين؟ بظهر شويه عندي شغل لازم تتعرف اسراري كلها سعد لا بخبر منو؟ هلب منو؟ سالم من عين ايه؟ من هلب وي ما يابها قبضها من هلب الحين بيبها وين؟ الحين بي بندق له تليفون يقول له الحين يلا الحين بندق له صلاح نسيت الخيمه صح؟ خلاص ما بتظهر المكان بسير مكان نسيت النمودي ايش كوكونات يميك كوكونات اويل فور هو فور كوكونات اويل بعد يس امي الحنايل يدفوها على السيف كلها اصبيان تير المياديف شوي شوي الحين برد انا برد بس لا 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 والله والله مني هاي صلاح حبايبي هب حناني ام الحناية هاي منو ماكو عن بطاطا شو بطاطا لا بطة بطة ودواركا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما يدرى بشو الريوق عادة يا سلام يا سلام يا سلام على ترتيب ترتيب ابنه هذا كله بطة ثانك يو بطة ثانك يو ثانك يو شو الريوق اليوم هناك هناك فورمي بوتدي بس با 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 يلا تعال اوبن يلا اوبن من حناية حناية اوبن بس الدكتور اوبن يا سلام على الخمير هذا الخمير انزين وهذا بلاريط بو علاقة بعد هذا اللوبيا ثانك يو حفيظ هي ما بنتي انت مسويت لنا اي موجود بابا وين موجود لا تسال عني ما تقول بابا وين كم يوم انا الحين ما شفتك اشوف شوف تعال يا فوق من وين هذه هذا كمين كله من هناك على كهرباء ما شاء الله وهي العود اللي هناك كمين ما في ما شاء الله شكرا يا شامبي ثانك يو يلا ودي حق دوارك ودي حق دوارك مدوخ انت ما يسمع حار الحمد لله كيف يعني الجو هالنمون اليوم شو السبب يا اخي هذه السحب سبحان الله يعني يبا ياكل ترى لو يتم الصيف حار بتموت يتحرك الدنيا بس سبحان الله الله بعد ساعات يهول على الناس سبحان الله هذا صلاح يسلم عليك صلاح هذا مرزوق قول وين الهامور ذوق صلاح تعالك يا صلاح بايد لك هامور اسمه هذا هامور حيل ان شاء الله حيل ان شاء الله هامور بايد لك وي بحر وي بحر بحر وي بحر ايه يقول لك بروحك بتصير لا لا هم بروحي بصير ها محمد بيروح بن عبد الله عبد الله اسمه عبد الله بصير انت ما بعرف شو اللي انا يتروع بالليلة بالليلة يخاف من الليل هناك يلا 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 خالد ها البارحة البارحة تمس رحت المرور وتكاوشوا علي العالم هناك يا حاب السلام عليكم الخبير تعال هلا ها اسمع صلاح شو يقول لك
سهر عم سهر هو من هل؟ هل؟ ايه ادري ساعة ساعة يقول لك وين الساعة؟ يقول لك وين الساعة؟ محمد بعد حدا على العين الشباب يروح يجيها يا رجال دلني من الصبح فاضحنا فضيحة على الساعة شو سوي والله نسيت بعد حد امبارح ترى قال لك قول لي طلعت شيبو الساعة ساعتي الساعة والله حيا الحيين إذا أجول يقول لك هم موجود يترياك حاضرين حاضرين يلا مع السلامة باي. يقولون ما شيء عندنا مطار في مدينة محمد بن زايد ها ما شاء الله الأمطار الأمطار زينة وأمطار غزيرة والحمد لله رب العالمين ها يقولون ما حد قالكم مطار عندنا في مدينة محمد بن زايد بس في فريجنا نحن ما فريج الناس اللي مغيرها شوف تحسب ايش قام بحلقه الدنيا كلها حر ما شيء ما مطر بس عندنا تقول ما قلنا لكم ما شاء الله تبارك الرحمن في المطر أمطار كثيفة وغزيرة بس مدينة محمد بن زايد ما شيء اللي بقى عليه من غير أبوي ما عندها مطر بس نحن أبوي الحمد لله رب العالمين إيه ها زين كم دقيقة أحب أشغل هذا ها 10 هذا 10 ما بوايد الصور هي الصور الساعة 4 لا هي وقت بطل ماي هي 4 دقيقة 6 دقيقة هي الحين 10 دقيقة ما في وايد الظهر لا 10 دقيقة بعد وقت في 6 7 تغديت انت انا هي قلت لا خايش وما يجي شو غدا يلا الحمد لله خايش في هيش وخضرة ايش وخضرة؟ خضرة دياي دياي زي ثانك يو عيب اللي مساء انا اقول لهم اسوي ياكم سوالف اسوي ياكم سوالف ما حب طاعي صدج ابوي هذا يسمونه هذا اللي الصناعي اللي انا مسوي لنا التقطير هاي اللي من فوق هاي اللي مشغلنا اقول لهم ساعة مطر ومطر ومطر اسوي سوالف مغيب انا ابو ما حد يسوي ياكم سوالف تستاهلون الرحمة وما شاء الله وحدهم طرشت لي ما أدري بعد من وين انطرش والله لأن عيالي تهم واصلين الإمارات عسبتي ياكم مطر يا ربي أبوي أسوي سوالف والله أسوي سوالف أسوي سوالف ولا وين ما عنب ها هذه الشمس وين مطر عنبو يا عور يا مهندس يوم ما تشوف ما تلمس ترى تدروب إني مسوي هالتغطير مسوي هذا هاي اللي من نواتق نواتق هاي يسمونها هاي يسمونها نواتق شيء عفداً مبروك تستاهلون الرحمة وما أدري شو يا ربي كذب يمنع تعال وتسمع أنا ما تشوف إن الشمس السماء بحلقة السلام عليكم مساك الله بالخير أبو محمد إيش حالك طيب إن شاء الله أبو محمد شوف إيش بس كل شيء بنفسجي في البيت لا يفوتك بشار الصلاة وسماعة ذي والتليفون ما أقدر أقلبه بعد الكور ما له بنفسجي كل شيء مو لابد خبلت ابني أبو محمد من الأخطاء الشائعة أنه اللي لحفون النخل داخل البيوت ودور مدار البيوت يعني ما أتكلم عن اللي في الشارع لا اللي في البيوت مفروض هذا يتخلى طلق لأن أي حتات يطيح منها هاي براي يطيح تحت إذا اللي ما عنده دبش ولا شياته لأنك أنت تخليت بياز متيمع ويسوي يسوي شيء يعني يتفسفس ولا يسوي ريحة ولا يخترب هاللي طاح فأتوقع أن يتخلى الويه طلق الويه هذا يتخلى طلق حق يطيح أي شيء شفة رطبه محومضة ولا شيء عسب ما تخرب باجي المحصول أنا في اعتقادي أن هذا هو الصح هذا اجتهاد مني أنا والعلم عند الله لكن هذا في اعتقادي وأعتقد أن كلامي هو عسب أي شيء ما يتم يطيح تحت الأمهات وهذه الخشكارة بارك الله فيكم بنت عم الخنيزية الخشكارة أبدا بنت عم الخنيزية لكنها شوية أقل حلاوة من الخنيزية شيء بسيط وهذا موسم حين عبت بشر اللي يقول البلدية تربط في الشوارع هي نعم البلدية يوم تشفتها النمونها التشفيت ش لجله لجل ما يحت في الشارع وينداس لجل البلدية أبصر عنهم محد
باحثين. البلدية شو يسوون البلدية؟ البلدية الله يشفتون الأجل اللي حت ما يخيس منظر الشارع ولا يخيس منظر عليكم السلام البلاد ولا يخيس المكان. وهني وقت الإداد ينيدوا لأنه بقرطاسته ينيدوا لأنه بالنايلون الربل هذا شو اسمه الشيسة هذه ينيد بوي من وين العسقة ويطيح كامل ويتودى كانه بيع ولا بتسويق ولا طعام دبش ولا حق وادم ولا حيوان اللي هو. تعال ما اسمعك. انا نقول اي مكان بيجيك ترى هي هذا انا بطل يرمي لا لا خلي ليش بطل من الحين انت خلي مفتوح هي على طول بطل هي على طول بطل اي شيء يطيح ليش تسوي مرتين شغل واحد مره شغل وقت يجي زين بعد بندك لا ليش خلها اي نفر يجي يريد ياكل ياكل شو المشكله انا ما في كنجوس ما كرم ما تخلي ولا واحد ايش على صباح هي تعال وهذه هاي خشكاره هاي خشكاره يمكن مبشره نشوفها سر طالع يمكن في ريدي هذا شو خان تحين هذا شو خان تحين قماشه يريد كله بربطل 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 يعني مكان بابا ترتيب لا هي مكان كله واحد بطل أربعة ضروب تقول ليش بطل هي هذاك يبقى أربعة ضروب لأن هذاك عتب عندهم دبش والله هي عندهم غنم نحن ما عندنا غنم افتكيت منهن والله فكني قول ليش بندت ليش بطل أربابة كله ولي أنا أقول كله ترتيب هذا وين يروح؟ أنا سفر وين؟ بنغلاديش ليش؟ ترى سفر شو ليش؟ أمس أنت جاي وين بسير؟ وين أمس هذا؟ اثنين سنة خلاص اثنين شهر واحد اثنين سنة واحد شهر خلاص هي متى يجي؟ إن شاء الله اثنين شهر ها؟ اثنين شهر جاي اثنين شهر؟ أيوة كامل؟ شو كامل؟ لا حول لا قوة إلا بالله مشكلة أنت ليش؟ شوف رولكس ما انت مشكله ليش مشكله انت حيله ما مشكله ليش عيب تاري 25 يريد معاش كامل ليش انت كلمت اللي انت اعطوني يلا يلا سر بنك اسحب بيزات ما عندي انا كاش صبر بس حب معاشك زين شو تريد بعد حينا بعد انت جيب هديه على انه سفر هذا هديه بعد عيدية وهديه ايوه ليش ليش هذا نمون انت يعني شو نمونه يعني كيف يعني عيدية انت ارباب انا لا نسافر انا ارباب انا لا ما في بابا ما في ماما كلش موت انت ما في بابا في ماما انت لا بابا ما في هذا موت انت اللي بابا انت بابا حاضرين حاضرين عبد القادر ثانك يو فيري ماتش اي طالب طالب سوى مشروع وهو يدرس ونجح هذا ما يعتبر يوم بيحصل الشهاده سواء طالب او طالبه يوم بيحصل الشهاده يستلم شهاده التخرج يعطون ابوي هذا وياه دكتوراه فخريه لانه اسس نفسه ونجح في مشروع جميل وبسيط وهو طالب بدعم بسيط من هله كان دعم معنوي ولا مادي مشروع بسيط وفكره جهنميه لبنت طالبه بنت طالبه باجتهاد شخصي بدون دعم يمعت ابوي من مصروفه اليومي وشوفوا شو سوت الفكرة شوف الله عليك فكرة شوفوا الفكرة اللي ما تخطر على بال حد شوف الله عليك شوف فكرة تبارك الرحمن شوفوا البصر شوفوا هاي اللي تشوفونهن عقود عقود ياسمين شوفوا عقود كاملات وشيء منهن على ما تشوفون ها ما يبى كلام ها هذا في وين ترى في الامارات هذا ريح تحينه تشدخ شال الدنيا فوق راسه اسم المشروع بتله وهذا رقم واتسابها نرد نتكلم عن الموضوع نفسه نفس الموضوع ها وهاي تشوفون حيول صغار اساور شيء عقود كبار وشيء حيول شو فكرتها البنية هذه تبارك الرحمن هذا كرتون أكيد له سعر وله حير روحه وحيل ويا روز حير روحه وحيل ويا روز على حسب الرغبة وحسب الطلب هذا عقد كامل ها بزمة وعرة ها مثل ما تشوفون ها شوفوا
يوصل لين تحت المحزم، تحت المحزم مرة عند المدور، هاي الكركوشة هاي توصل لين تحت المدور وين المحزم. للي يبغي يطلب وله خاطر، الفكرة شو ينياب هذا وقت فرح، عيد ميلاد، عرس، يوم حنة، بطاولة، طاولة المعاريس. فبدال ما كل وحدة ممكن تحط بوي شاكليت وحلاوة، على كل كرسي من هالكراسي تحط قدامه. ياسمين، ياسمين شي أحسن من الياسمين، شي أخير، أخير من الريح الخنينة، أخير من تحطين القيمات وخنفروش وطحنة الزمان. بعيد صحي وفنان وريحة خنينة، شي شرات أبوي بائع المسك إن يا ورته ما ييك إلا الريح الطيب. بتخرجات بنيات ولا حفلة صغيرونة ملكه ولا خطوبة، يتكود أبوي على الطاولات. هذا اللي بيطلب يطلب قبل حشر بعشر، على الأقل يومين أو ثلاثة، ويحدد الكمية، يتصل بها أو يخاطبها على الواتساب ويطلب. شو يكتب مثلا؟ هذا هني يا مرحبا ترحيبه من رحيق الورد مجناه، ويعني ويكتبون الـ الـ هذا يعني كل على حسب، على حسب شو يبون، شو يكتبون، شو يعني. الرأي الأول والأخير كحجم، هي اللي عندها اللي تشوفونهن أساور وعقود كبار، شيء بروز وشيء ياسمين ريج. فلذلك أنا أفضل للي بيطلب، هي تقول روحها اللي بيطلب يطلب أبوي قبلها بيومين. وأنا بحط لكم عنوان، هالفكرة جميلة والدعم واجب، وشيء جميل إنه في عرس يكون هذا شيء جميل وفنان ودعم منه للطالبات. طالب ناجح، الله يوفقها ويحفظها، وإن شاء الله للمزيد والمزيد من الأفكار الجميلة. هل البحرين يسمونه رازقي، وهل الدمام يسمونه رازقي، وهل الجيزان يسمونه الفل الجيزاني، ونحن هنا نسميه فل. لكن الحب العودة هالكبار اللي أنا مزال عندنا في البيت، هذا ياسمين، هذا اسمي ياسمين. أي أيوة والله، هذا تصحيح المعلومات اللوادمي اللي بيعرف يعني. هالصغار يسمونه حد يسميه رازقي وحد يسميه فل، والكبار اسمي ياسمين. هل متعارف عليه؟ ما صار ما اسمحهم فل يا فل، فل يا فل. أي والله شي عادة، فل ثلاث أربع نمونات، شيبو رقتين، شيبو ثلاث، شيبو خمس، شيبو أكثر. السلام عليكم خالد، خالد كيف الحال؟ وين؟ زمان ما يشوف. هذا في بلاليت أبو علاقة، كيف رأيك؟ زين ولا ما في زين؟ شو رأيك؟ سلامة، نكست تايم كلام، يلا باي باي. كان وما زال التأديب جاري، أي هو العقاب يعني. آخر واحد يظهر بالجمة، يوم تشوفون الجمة خالي يصفر عرفوا أني أنا آخر واحد ظاهر منه. وهذا كله نتيجة العقاب، العقاب بسمة نبوية من مشايخ ومطاوعة التصوف في طنطة، واحد اسمه سيدي أحمد البدوي، السيد أحمد البدوي، من مشايخ من الصوفيهم، من المطاوع بالقوة عاد المتصوفين يسمونهم، ومصري ومتصوف. شو خليت؟ الله أكبر، تطلع من وراء كرامات واعتقادات وأمور. فلذلك طلع وصف لين اليوم يتداولونه في كل بيت وفي كل بلد وفي كل مدينة، البساط أحمدي. وكل يعرف الوصف هذا، كل يعرف هالوصف، وكل يهاديبه البساط أحمدي، والبساط أحمدي، البساط أحمدي، يا غير ما حد يعرف شو قصة البساط أحمدي. عاش السيد أحمد البدوي في القرن الاثنى عشر الهجري في مدينة أو محافظة طنطا في القاهرة في مصر، وتوفى ودفن ودفنوه في طنطا، وسووا دور ما دار قبره شيء يسمونه ضريح، وبنوا عدال مسيد اسمه مسيد سيدنا البدوي، سيد البدوي
مسيد أو ضريح سيد البدوي، ولين اليوم ولين بكرة في اعتقادات المتصوفين يسيرون يؤدون فروض الطاعة والولاء ويزورونه وينذرون على ضريحه، أمورهم وايدة اللي تنذر إن الله رزقها وليد إنها تجيب ديك وتكرة وتذبح هناك، أو يذبحون ثور، أو إنه إذا حصل شيء الفلاني لودي كرامة لسيد البدوي، يعني من هالمعتقدات اللي يعتقدون فيها إخواننا الصوفيين. لين اليوم ولين بكرة جاري الموضوع هذا، أنت ما تروم تخلي الوادم كلها على شاكلك أو بما تشتهي أنت، لا، هاي معتقدات ما تروم أنت تحكمهم ولا تروم أنت تلزم الناس أن هذا صح وهذا غلط، تنصح بلسانك للي يبن نصيحة، واللي ما يبن نصيحة بعد ما تروم تهوس عليه وتعزر عليه، ضروري أنك أنت تعرف أن هذا غلط ونحن الصح، لا لا لا، افتهم روحه زين على زين، ما افتهم أبوي ولا أبوي كلنا بعقله راضي. ويقال أن البساط أحمدي، ليش البساط أحمدي؟ أن البساط هذا هو البساط، البساط العادي يعني قطع من يلد، من يلد الماعز. يقول لك هذا السيد أحمد البدوي مطوع ويجلس يحدث ويرمس عن السير وعندك ودونك وعلم الخبر ويرمس رمستن وايدة أني وفوق البساط هذاك اللي هو فارشنة اللي هو البساط أحمدي، أني تعرفون البساط مخدو من إيهاب الدبش، من إيهاب ياعد أو خروف أو تيس أو عنز، الله العالم. يقول لك البساط هذاك يضم ثنينة، البساط يضم نفر أو نفرين، مستحيل يضم أكثر، لكن يقول لك البساط ما سيد أحمد البدوي بقدرة قادر أن يلس هو روحه وأن يوه ضيفان 4 أو 10 أو 100 أو 200 لين 300 آدمي، البساط هذا يضمهم. فلذلك قيل أن البساط أحمدي، تعال ويلس أنت بيضمك مثل ما هو ضام غيرك بيضمك، فلذاك يقال البساط أحمدي. في حديث آخر أي في رواية أخرى يقولون وأن لو يجتمعون أهل الشرق والغرب ويلسوا على بساط أحمد البدوي بيضمهم أهل المشرق والمغرب من كثر ما هو له كرامات هذا اللي هو أحمد البدوي. في ذمة عاد اللي يقولون ما يخصني، لا تقولون إني أنا يخصني، هاي رمستن تنقال عن المتصوفين في مصر عن السيد أحمد البدوي من طنطا، نعم من طنطا أبوي في مصر. يلا تصبحون على خير.